خير. أخبار تتوقع قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا وبيتابعونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر، وكل سنة وحضراتكم طيبين. صباح الخير عليك يا بسنت، كل سنة وانت طيب. صباح الخير عليك يا شاذلي، كل سنة وانت طيب، وكل سنة وجميع المشاهدين بألف خير. احنا النهاردة أول يوم في الشهر الكريم وأول الأسبوع، وإحنا مبسوطين قوي إن إحنا بنفتتح هذا الشهر مع حضراتكم. يعني شهر رمضان شهر كده ليه خصائص خاصة بيه بتميزه هو لوحده غير أي شهر تاني في السنة، مختلف، كل حاجة فيه كده مختلفة، البهجة اللي فيه، السرور اللي فيه، بدايته كده بتبقى حلوة، بداية من الأغنية اللي إحنا متعودين عليها وذكرياتنا فيها دايما اللي هي مرحب شهر الصوم ورمضان جانا، وفي آخره حتى كمان يا شاذلي عارف بيبقى فيه الاغنيه اللي هي بتاعت والله لسه بدري. رمضان شهر ليه ذكريات خاصه معانا كلنا، لان زي ما قلت لحضراتكم هو مختلف، فوازيره مختلفه، مسلسلاته مختلفه، مسرحياته مختلفه، المسحراتي اللي بيجي لنا كده بالليل عشان يصحينا عشان نصحى عشان ناكل عشان نستعد لتاني يوم الصيام، كل حاجه فيه، صلاه التراويح، الابتهالات، حتى الاطفال بيتفرجوا على كرتون مختلف او مسلسلات للاطفال مختلفه. انا عن نفسي على جيلي انا كنا بنتفرج على بكار وبوجي وطمطم والحاجات الحلوة دي كلها، فلي ذكريات كده مختلفة. عشان كده سؤال حلقتنا النهاردة، كلمنا عن ذكرياتك أول يوم في رمضان، خلوني أبتدي مع شاذلي وأسأله عن ذكرياته في رمضان. طبعا أنت اتكلمت في حاجات كتيرة جدا فعلا كلها ذكريات، وقت الفطار بوجي وطمطم وحاجات كتيرة زي وبكار وغيره وغيره يعني، وفطوطة، ويعني كنا بنقعد فعلا نستمتع بيها، وزي ما كنت بتقول يمكن قبل الهوا كنا بنقعد نتفرج على الكرتون وما نفطرش. أيوه، فدي من الذكريات طبعا اللي مستحيل ننساها. ذكرياتنا طبعا بقى التانية اللي هي مع الاكل بقى، احنا نجيب التمر هندي والقرصوص والحاجات دي، لان انا غاوي شويه تمر هندي والقرصوص اللي بيجي من بره مش بتاع البيت، لان انا عارف الفرق ما بين الاثنين. التمر الهندي بتاع البيت ده بيتعمل في البيت بطريقه، واللي بره ده انا بحب بتاع الشارع، تمر هندي والقرصوص، فكنت انزل اجيبهم. في ناس تحب الصوبيا قوي. الصوبيا طبعا كنت انزل اجيبهم طبعا قبل الفطار، وارجع يا دوب على الفطار بالظبط على اذان المغرب، نقعد بقى نتفرج على الكرتون ونفطر وبتاع والاكل بقى، يعني بنبقى قاعدين مستنيين. اصلا انا من الناس اللي بجوع، يعني ببقى قايم من على الفطار جعان. ليكوا يعني اول يوم دايما بيبقى ساعات في ناس ليها وجبه معينه تاكلها في اول يوم، ليكوا حاجه معينه مثلا ولا لا؟ كانت بصي بتتنوع ما بين رز معمر وبسله، الله، وما بين محشي وبط، الله، يعني عارفه ما بين الاثنين دول، الله، فدي حاجات ما اقدرش، ما ينفعش يوم رمضان، لازم اول يوم رمضان لازم يكون كده يعني. انت بالنسبه لك ذكرياتك في اول يوم رمضان؟ انا بفتكر كنا بنتجمع عند جدتي الله يرحمها، وكنا بنقعد اطفال العيله كلهم يعني، ويقعدوا الأمهات تزعق إنه يلا كله، وإحنا بنتفرج قدام بكار. بكار ده بالنسبة لي كان حاجة، أول ما أسمع الأغنية التتر بتاع من صغر وصغر سنه عارف معنى إنه، تلاقيني بسطته كأن خلاص يعني العيد جه، قعدت اتفرج على بكار. ودايما فاكره مامتي تقعد تزعق لي عشان اكل، وبعدها بشويه كنا بنجيب بومب وصواريخ ونقعد نفرقعه كده، ويمكن بس يعني اقول مسحراتي، كنت دايما اصحى اقول له قول اسمي قول اسمي. كسان طيب، ده سؤالنا طبعا موجود على صفحاتنا المختلفه على السوشيال ميديا، ذكرياتك في اول يوم في رمضان، مستنيين اجاباتكم وتعليقاتكم، وان شاء الله هنعرضها خلال حلقه النهارده. بنصبح لحضراتكم مره ثانيه، اهلا بيكم وحلقه جديده من صباح الخير يا مصر.
بنصبح على حضراتكم من جديد، وخلونا دلوقتي نروح لزميلتنا في الاستوديو دينا ونتعرف منها على اخر اخبار الطقس والعملات واسعار الذهب النهارده. صباح الخير عليك يا دينا. صباح الخير يا بسن. صباح الخير يا محمد. صباح الخير عليك يا دينا وانت طيبه. قول لنا طيب ذكرياتك مع اول يوم رمضان. هو فعلا بس في البدايه عايزه اقول لكل الناس ومن كل متابعينا في مصر وفي الوطن العربي كل سنه وانتم طيبين، النهارده اول يوم رمضان وانا سعيده ان احنا مع بعض النهارده على الهوا معاهم. ليه ذكريات كتيره جدا، يمكن تكلمتوا اهم حاجه عن لمه العيله، لمه العيله في اول يوم فطار دي ونتجمع مع بعض. بس انا مش ايام بكار بقى، انا من ايام سلاحف النينجا وطبعا كمان فوازير عمو فؤاد، وكنا بنستنى كمان فوازير نيلي وشيلهان دي يعني خلاص ممكن نقعد نعيط مش عايزين ننام لو احنا عندنا مدرسه او حاجه علشان احنا منتظرين الفوازير. الحاجات اللي مفتقداها جدا خلال الفتره اللي فاتت وخصوصا في المناطق الجديده اللي احنا ساكنين فيها المسحراتي، يعني كان من امتع حاجات ان انا وقت السحور اطلع اقول المسحراتي يقول اسمي يقول واحد الله يا دكتوره دينا. فدي كانت بالنسبه لي يعني كانت فرحه كبيره جدا وقتها، وبتمنى ان اولادنا يعيشوا اللحظات دي لانها كانت من اجمل لحظات حياتنا فعلا في شهر رمضان الكريم. خلينا دلوقتي اطمنكم طبعا عن اسعار صرف العملات الرسميه، والعمله النهارده هنبدا طبعا من الدولار الامريكي وسعر البيع وسعر الشراء. هنبدا من سعر البيع للدولار الامريكي 18 جنيه و31 قرش و18 جنيه و21 قرش، اليورو 20 جنيه و27 قرش للبيع و20 جنيه و16 قرش للشراء، الجنيه الاسترليني 24 جنيه وقرش للبيع و23 جنيه و87 قرش للشراء. بعد كده عندنا الفرنك السويسري 19 جنيه و80 قرش للبيع و19 جنيه 69 قرش للشراء، اليوان الصيني 2 جنيه 88 قرش للبيع و2 جنيه 87 قرش للشراء، 100 ين ياباني سعر البيع 15 جنيه و5 قروش وسعر الشراء 14 جنيه 97 قرش، الريال السعودي 4 جنيه 88 قرش للبيع و4 جنيه 85 قرش للشراء، الدينار الكويتي 60 جنيه و34 قرش للبيع وللشراء 59 جنيه و86 قرش، الدرهم الإماراتي سعر البيع 4 جنيه 98 قرش وسعر الشراء 4 جنيه 95 قرش. بالنسبة لأسعار الذهب اللي يمكن كانت بتترفع الفترة اللي فاتت، هناخد معاكم ونعرف عيار 18 سجل 830 جنيه، عيار 21 سجل 970 جنيه، وعيار 24 سجل 1108 جنيهات، والجنيه الذهب وصل ل 7760 جنيه. بالنسبه بقى لاحوال الطقس، يمكن كتير كنا عاملين نقول الجو لسه برد، لكن هناخدكم في جوله سريعه عن احوال الطقس النهارده مع اول يوم رمضان. في ارتفاع ملحوظ في درجات الحراره على كافه الانحاء، الطقس هيكون شديد الحراره على القاهره الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب الصعيد، ومائل للحراره على السواحل الشماليه الغربيه، طقس حار على السواحل الشماليه الشرقيه ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر. درجه الحراره في القاهره النهارده 36، واعلى درجه حراره هتكون في اسوان 40، واقل درجه حراره هتكون في مطروح 24 درجه. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شويه. اهلا بحضراتكم. تقدم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه للشعب المصري والامه الاسلاميه باسمى التهاني بمناسبه حلول شهر رمضان الكريم، وقال السيد الرئيس في منشور ليه على صفحته الرسميه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: اتقدم للشعب المصري والامه الاسلاميه باسمى التهاني بمناسبه حلول شهر رمضان الكريم، اعاده الله علينا وعلى الانسانيه بالخير واليمن والبركات، وادعو الله في هذه الايام المباركه بان يلهمنا الصواب لما فيه الخير والنفع لنا ولوطننا الغالي مصر، حفظ الله مصر وشعبها وكل عام وانتم بخير. كمان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تبادل برقيات التهنئه مع ملوك ورؤساء وامراء الدول العربيه والاسلاميه بمناسبه حلول شهر رمضان المعظم. وأعرب الرئيس في برقياته لأشقائه الزعماء العرب والمسلمين عن أصدق تهانيه القلبية بحلول الشهر الفضيل، دعينا الله عز وجل أن يعيده عليهم وعلى شعوبهم بالخير واليمن والبركات. كما أكد الرئيس أن حلول شهر الصيام والقيام الذي اصطفاه الله لنزول القرآن الكريم هدى للناس هو مناسبة مباركة للتمسك بالقيم النبيلة التي جاء بها، والتي تحثنا على تعزيز أواصر الأخوة والتضامن ونشر قيم التسامح والتعايش السلمي من أجل عالم أفضل ومستقبل مشرف للشعوب الأمة الإسلامية ولشعوب العالم.
كمان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصال آخر مع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين للتهنئة بحلول شهر رمضان المعظم. أعرب سيادة الرئيس عن خالص تمنياته لشعب وحكومة المملكة السعودية الشقيقة بكل التقدم والازدهار بمناسبة الشهر المبارك، وأعرب جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز خلال الاتصال عن خالص تقديره لمصر حكومة وشعبا، داعيا أن يعيد الله العلي القدير هذه المناسبة على مصر والسعودية والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. كمان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالا هاتفيا مع الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر، وتقدم سيادته بالتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك، داعيا الله عز وجل أن يعيدها على دولة قطر وكافة الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. وتوجه أمير دولة قطر بالشكر للسيد الرئيس على تهنئته بهذه المناسبة الجليلة، معربا عن خالص تمانيه لمصر حكومة وشعبا بالتقدم والازدهار. في اتصال آخر أجراه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، توجه السيد الرئيس بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، داعيا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على دولة الإمارات الشقيقة والأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات، وأن يديم على شعبها العزيز نعمة الأمن والاستقرار. وأعرب سمو الشيخ محمد بن زايد عن خالص شكره وامتنانه لشقيقه السيد الرئيس على اللفتة الأخوية، متمنيا لمصر وشعبها كل التقدم والازدهار. وكمان أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية، وتقدم السيد الرئيس بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، وأعرب سيادته عن خالص تمانيه للجزائر شعبا وشعبها الشقيق بدوام الاستقرار والتقدم. وكمان أعرب السيد الرئيس أو الرئيس الجزائري عن خالص امتنانه لهذه اللفتة الأخوية، متمنيا لمصر حكومة وشعبا كل التوفيق والازدهار. أيضا أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي مع السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، حيث تقدم سيادته بالتهنئة بمناسبة شهر رمضان المعظم، متمنيا للعراق وشعبها الشقيق كل الخير والازدهار. أعرب رئيس الوزراء العراقي عن خالص الامتنان لهذه اللفتة الأخوية، متمنيا لمصر وشعبها دوام التقدم والرخاء. وتقدمت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم. وكتبت السيدة انتصار السيسي على صفحتها على فيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي: شهر رمضان الكريم الذي يأتي بنفحات العطرة كل عام لنستلهم فيه أعظم المعاني السامية والقيم النبيلة التي تجدد القلوب والأبدان. داعية الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة أن يحفظ مصر وأن يسدد على طريق الحق والعدل خطى أبنائها، وكل عام وأنتم بخير. كمان سيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفلت امبارح بمناسبة يوم اليتيم اللي بيوافق أول جمعة من شهر إبريل من كل عام. وكتبت السيدة انتصار السيسي في تدوينة على حسابها الرسمي على موقع فيسبوك: نحتفل مع أيتام مصر بيومهم الذي يعكس كل معاني المحبة والرحمة التي توصي بها كل قيمنا الدينية والإنسانية، فلنشاركهم فرحتهم في هذا اليوم، ولنكن لهم اليد الحانية التي تعوضهم عما فقدوه وترسم البسمة على شفاههم. كل عام وكل طفل يتيم بخير. الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي التقى بعدد من مقاتلي الجيش الثاني الميداني والمنطقة الغربية العسكرية، وده ضمن سلسلة لقاءات دورية بتقوم بيها القيادة العامة للقوات المسلحة للتواصل مع أبنائها لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف الموضوعات اللي بترتبط بالقوات المسلحة على كافة المستويات. كمان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر مقطع فيديو ضمن سلسلة فيديوهات بتسلط الضوء على جهود الدولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية. ركز هذا الفيديو على معارض أهلا رمضان واللي كانت حريصة فيها الدولة على نشره بشكل غير مسبوق، خصوصا في المناطق الأكثر احتياجا وكمان المناطق اللي فيها كثافة سكانية عالية. We'll be right back.
احنا معارض اهل رمضان السنه دي بتشهد برقم غير مسبوق 8000 معرض على مستوى الجمهوريه. كان افتتاح المعرض الرئيسي يوم 24 مارس بقاعة المؤتمرات بمدينه نصر، والمعرض مستمر بتخفيضات من 20 ل 25 وبعض السلع 30%، والمعرض فيه 165 شركه عارضه. وزاره التموين من خلال الشركه القابضه دفعت ب 1300 منفذ على مستوى الجمهوريه. هنقول ده تم الدفع ب 160 شادر على مستوى الجمهوريه في المناطق الاكثر احتياجا والمناطق الاكثر سكانا، كما تم الدفع ب 300 سياره متنقله ما تحمل ما بين طن ونص الى 5 طن من المواد الغذائيه من السلع السرطانيه التي تجوب مناطق القاهره ومحافظات مصر. دوله رئيس مجلس الوزراء وجه سيادته باستمرار الشوادر والعربيات المتنقلة والمعارض طوال العام. أنا هنا في معرض أهل رمضان، المعرض الرئيسي موجود فينا في أرض المعارض. بسم الله ما شاء الله السلع متوفرة قوي وبأسعار حلوة قوي. اللحمة المفرومة الكيلو بخمسة وخمسين جنيه. أنا جايبة فرخة كيلو مية بخمسة وخمسين جنيه جميلة، الزيت ب 24 جنيه و 25 و 28. اللحمة أرخص من بره نص بالنص، والفراخ النص بالنص، والزيت والسكر والرز كل حاجة النص بالنص. في أسماك جوه كمان أسعارها كويسة جدا، وفي بيض وفي زيوت وفي دقيق وفي كل حاجة. أهلا رمضان بيتعمل بقاله 6 سنين ودي النسخة 7، وكل سنة بيبقى الغرف التجارية بتعمل دور مجتمعي اللي هو معارض بتخفف ارتفاع الأسعار على المواطنين. ولكن النسخة 7 اللي احنا فيها دي مختلفة شوية لأن هي إدارة أزمة. احنا هنا في المعرض بالاتفاق والتنسيق مع وزارة التموين والغرفة التجارية وفروا لنا حضرتك المعرض ده، فقررنا ان احنا نعمل تخفيض اسعار طبعا عن بره بكتير. الغرفة اتفقت معانا ان احنا نفرش في المعرض هنا، وسهلت لنا المكان والنور والكهرباء والمخازن وكل حاجة. شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة بتشارك في المعرض بتاع اهل رمضان، بتخفف العبء على المواطنين. الاسعار حاجات مخفضة هنا طبعا غير اسعار بره خالص، في الدقيق والمكرونات وما كل ما يلزم، حاجات رمضان كلها موجودة عندنا وحاجات متوفرة كلها دايما بأسعار مخفضة عشان خاطر رمضان. الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة اتصلت بينا طبعا كتجار، وفروا لنا كل حاجة مجاني على أساس إن احنا نوفر حاجة للشعب مخفضة وبسعر كويس. فاحنا عندنا هنا اللحم السوداني ب 95 جنيه. سمعنا عن اهل رمضان بتاع شبرا، جيت الحمد لله انا لقيت البلح والزيوت وكل حاجه متوفره وفوق الممتازه، غير بره، غير المحلات اللي في الشارع اللي هي الاهالي، غير المحلات اللي بره خالص. السعر الدقيق هنا والزيت والرز فوق الممتاز والسعر جيد. لفيت في محلات كتير لدرجه ان انا رحت محلات بتبيع بالجمله اصلا وفي اماكن بعيده، لقيت الاسعار هنا متناول. الاسعار هنا مختلفه تماما عن الاسعار الموجوده في السوق بره، والحمد لله قدرت اجيب كل اللي محتاجه البيت من المعرض امان. يعني المكرونه ب 4 ونص وفي ب 5، والرز ال 5 كيلو ب 58، حلو عن بره، بره الاسعار غاليه جدا. المعرض الحقيقه فيه كل حاجه طبعا بره كده، وانا شايف الاسعار هنا يعني يمكن اقل من بره. بصراحه انا شايف كل السلع الغذائيه متوفره وجودتها عاليه. احنا هنا في معرض اهل رمضان على فيصل عند محطه الطلبيه، تمام، والاسعار هنا الحمد لله تمام يعني وفي متناول الجميع يعني. طبعا حضرتك الاسعار هنا اقل من بره من 10 ل 20% مجمل الاسعار يعني، يعني في كل حاجه مثلا في السكر من هنا ب 10 جنيه و10 جنيه ونص، بره ب 12 جنيه ونص، فانت كده بتتكلم في 20% خصم. نفس الكلام في الرز، نفس الكلام في الزيت. البلح اللي بيتباع ب 60 بره احنا بنبيعه ب 30، التمر الهندي اللي بيتباع ب 50 بنبيعه ب 40، الضوم اللي بيتباع ب 70 وب 80 البلدي بنبيعه ب 60، الكمون اللي هو نمره 1 بيتباع بمره ب 140 وب 160 احنا بنبيعه ب 120. وزارة الداخلية حرصت على المشاركة في الاحتفال بيوم اليتيم من خلال تنظيم زيارات لعدد من دور رعاية الأطفال الأيتام من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكمان استقبالهم في عدد من المنشآت الشرطية في مختلف المحافظات وتقديم الدعم المعنوي ليهم وتوزيع عليهم الهدايا الرمزية.
يوافق الاحتفال بيوم اليتيم الجمعة الأولى من شهر إبريل من كل عام، وهو يوم يتأكد فيه دعم مؤسسات الدولة والمجتمع لهم. وزارة الداخلية ومن خلال قطاعاتها ومديريات الأمن شاركت الأطفال الأيتام الاحتفال بهذا اليوم بخاصة ذوي الهمم منهم. مش هخاف من نهاردة الاختلاف، إني بقى مسمع لصوت، إني أقوى من الظروف، إن مصر بقيادتها السند من كل خوف. فقد وجهت دعوة لهم لقضاء يوم ترفيهي بأندية الشرطة بعدد من مديريات الأمن. انطلق الأطفال يرسمون على وجوههم التي تعلوها الابتسامات، ومعهم رجال الشرطة في لوحة جسدت مدى الدعم الذي تقدمه وزارة الداخلية لهم وأسمى معاني الإنسانية والتراحم. في انتلاقي زيها أمن وأمان، أم توفي وعدها في كل ركن منها، تلقى ليا في مكان. طبعاً الولاد مبسوطة جداً، طبعاً اليوم ده بيبقى يوم مميز بالنسبة للولاد، بيحسوا إن في حد بيسأل عليهم، وطبعاً وزارة الداخلية طبعاً يعني مش بتأثر في الموضوع ده خالص بالنسبة لهم، هم متواجدين معهم على طول، سواء يوم اليتيم أو غير يوم اليتيم هم متواجدين معهم على طول. الدعم الذي تقدمه الوزارة للأطفال الأيتام لا يقتصر على هذا اليوم فقط، وإنما على مدار العام باستقبالهم في أندية الشرطة والمواقع الشرطية المختلفة، وبزيارتهم في دور رعايتهم وتوزيع هدايا عينية على قاطنيها وإجراء كشف طبي عليهم. هو شكل من أشكال الدعم الذي تقدمه الوزارة لهم. وزارة الداخلية تملي بتشرفنا بزيارتها، تملي في أي وقت بتبقى معانا في مناسباتنا كلها، بتيجي للأولاد على طول بصفة مستمرة، قاموا بكشف على الولاد، كشف الطبي على الأولاد، على مجموعة من الأولاد، مجموعة كبيرة، وصرفونا الأدوية اللازمة برضو للأولاد. تحيا مصر، تحيا مصر وأمنها، فخر إني منها، أم سندى ابنها، والقيادة كلنا حضن ودفاء. يوم اليتيم هو يوم يظهر فيه الجميع مدى الود والدعم المقدم للأيتام في كل مكان، ودعم وزارة الداخلية لهم متواصل على مدار العام للتخفيف عنهم ومعرفة متطلباتهم وتلبيتها، فهم جزء أصيل من هذا المجتمع يحتاجون إلى مساندته ودعمه باستمرار. احتفالات كبيرة أقامتها وزارة الداخلية بيوم اليتيم. القطاعات الشرطية ومديريات الأمن استقبلت الأيتام بأنديات الشرطة، وكذا نظمت زيارات لدور رعاية الأيتام بخاصة لذوي الهمم، في تأكيد على المسؤولية الاجتماعية لوزارة الداخلية والدعم الذي تقدمه وزارة الداخلية للأيتام ليس في يوم اليتيم فقط، ولكن على مدار العام. عبدالله بركات، التلفزيون المصري. دلوقتي نتابع مع حضراتكم تقرير عن أهم الأخبار اللي حصلت امبارح، واللي منها رئيس الوزراء هنأ الشعب المصري وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة شهر رمضان، واستعراض الحكومة لنشاطها الأسبوعي، وكمان تطبيق الحكومة لقرار غلق المحال والمطاعم والمقاهي 2 صباحا، بالإضافة إلى صرف معاشات إبريل من ماكينات الصراف الآلي بالزيادة الجديدة 13%. في مجموعة مهمة من الأخبار اللي حصلت امبارح، هنبدأها من مجلس الوزراء وتحديداً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اللي هنأ الشعب المصري وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. كمان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر تقرير شمل إنفوغرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي للمجلس خلال الفترة من 26 مارس والحد 1 إبريل. تضمن التقرير الموافقة على عدد من القرارات والاجتماعات واللقاءات اللي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، بالإضافة للأنشطة اللي قام بيها. وأصدرت الحكومة قرار ببدء تطبيق مد مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات خلال شهر رمضان،
وحتى نهاية أجازة عيد الفطر يومياً عشان تكون من الساعة 2 الصبح. بدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر إبريل إمبارح من ماكينات الصرف الآلي بزيادة المعاشات بنسبة 13% في ضوء طبعاً توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة باتخاذ مجموعة من الإجراءات المالية لتخفيف التداعيات الاقتصادية العالمية. بعد ما شفنا الأخبار اللي حصلت امبارح، خلونا نتابع أهم الأخبار اللي إن شاء الله هتحصل النهاردة، زي انطلاق امتحانات شهري فبراير ومارس للصف الرابع الابتدائي، وهيئة النقل العام عدلت المواعيد المعتادة خلال رمضان، والمترو هيبدأ مد ساعات تشغيل خطوطه طوال رمضان للثانية صباحا، وأخبار تانية كتير. مجموعة من الأحداث والأخبار هتحصل النهاردة، أولها إن المدارس الحكومية والخاصة هتستقبل تلاميذ الصف الرابع الابتدائي لعقد الاختبارات الشهرية لشهر فبراير ومارس، وهتمتحن الطلاب امتحان العربي والتربية الدينية. كمان قررت هيئة النقل العام تعديل المواعيد المعتادة لبدء العمل في الهيئة عشان المواعيد تكون مع بداية شهر رمضان، وهتبدأ النهاردة شركة المترو مد ساعات تشغيل خطوط مترو الأنفاق لحد الساعة 2 الصبح بدل من الساعة 1 مع رفع حالة الطوارئ طول شهر رمضان. وهتحتفل النهاردة الكنيسة الأرثوذكسية بالذكرى 54 لتجلي السيدة العذراء مريم بكنيستها في منطقة الزيتون، وده بالإضافة لإقامة العديد من القداسات على مدار 3 أيام بإجراءات احترازية مشددة. والعشاء كرة القدم هيكونوا على ميعاد النهاردة مع السبت الكروي الكبير في الدوريات العالمية، والبداية من الدوري الإنجليزي والجولة رقم 31 الساعة 1:30 الظهر، ليفربول هيواجه واتفورد، والساعة 4 هيواجه مانشستر سيتي فريق بيرنلي، وتشيلسي مع برنتفورد، ومانشستر يونايتد وليستر سيتي الساعة 6:30. والعشاء الدوري الأسباني فريال مدريد هيواجه فريق سيلتا فيجو الساعة 6:30 في الجولة 30، كمان هيلتقي فريق أتلتيكو مدريد مع الأفيس الساعة 9 بالليل. وفي الدوري الألماني هيلتقي بايرن ميونخ مع فرايبورغ الساعة 3:30 العصر في إطار الجولة 28، وفي قمة الجولة هيلتقي بروسيا دورتموند مع ليبزيك. وختاماً مع الدوري الإيطالي والجولة رقم 31، فهيكون معادنا مع لقاء قوي هيجمع فريق لاتسيو قدام فريق ساسولو الساعة 6 بالليل. دلوقتي هنروح ناخد حضراتكم كده في جولة لأهم الأخبار اللي حصلت في المحافظات، زي مثلا احنا للسنة الثالثة على التوالي محافظة البحيرة بتحتل المركز الأول عربيا في مسابقة اللغة العربية الفصحى، وكمان تم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية لازدواج طريق الخارجة أسيوط، وأخبار تانية من محافظات أخرى. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأحداث المهمة، كان أهمها إن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أصدر قرار بمد مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات خلال شهر رمضان لحد آخر أجازة عيد الفطر يومياً من الساعة 2 صباحاً، وده مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات. كمان نص القرار إن المواعيد دي مش هتخضع ليها محلات البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران. في محافظة البحيرة أكد اللواء هشام أمن المحافظ دعمه ورعايته للطلبة والطالبات المتفوقين من أبناء المحافظة، وده بعد الإعلان عن فوز 3 طلاب من أبناء محافظة البحيرة بالمراكز الأولى على مستوى الوطن العربي والجمهورية في مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعري وتعميق دراسة النحو ومسابقة القرآن الكريم. في محافظة الوادي الجديد أكد المحافظ اللواء محمد الزملوط البدء في تنفيذ المرحلة الثانية لازدواج طريق الخارجة أسيوط، وده من الكيلو 30 وحتى الكيلو 60 من اتجاه مدخل مدينة الخارجة بطول 30 كيلو متر ضمن خطة ازدواج الطريق اللي بتنفذها هيئة الطرق في المحافظة بتكلفة 293 مليون جنيه. أما اللواء أشرف الداودي محافظ قنا فأكد إن مديرية الصحة والسكان في المحافظة نظمت 14 قافلة طبية مجانية من أول السنة، وده ضمن فعاليات القوافل الطبية اللي بتنظمها وزارة الصحة والسكان في كل التخصصات في القرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية.
وبتستعد محافظة سوهاج لتشغيل مصنع تدوير المخلفات بدار السلام اللي مقام على مساحة 10 أفدنة ومعدل استقبال المخلفات الصلبة البلدية، وبيشتغل بطاقة تصميمية 20 طن في الساعة، ومتقسم لخط الفرز وإنتاج الوقود البديل وخط إنتاج السماد الناعم بالإضافة للمعدات المتحركة. والشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الأقصر أعلن افتتاح 5 مساجد، وده في إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي اللي بتقوم به وزارة الأوقاف واحتفالاً بشهر رمضان المبارك. يعني هنكمل بقى دلوقتي وهنقرأ تعليقات على سؤال الحلقة النهاردة. كلمنا عن ذكرياتك في رمضان، وسمر حمد بتقول ليه ذكريات، اللي يسمع كده يفهم انه حاجة مضت ومرت ومبقتش موجودة. لكن كلمنا، ممكن تقولوا كلمنا عن مهاراتك في أول يوم رمضان. أنا ولله الحمد ما عنديش مهارات برضو، ما شاء الله غير الفرهدة الفرهدة قبل أذان المغرب، بتكون فاصلة كهرباء ومية ومحتاجة حد يوصلها لسفرة الأكل. إيه يا سمر، يعني حسينا أن أنت هتقولي. في مصطفى حسن بيقول أنا عندي امتحانات، ليه مصحيك دلوقتي؟ دخل نام أو ذاكر. النهاردة إيه السبت؟ ممكن يكون مفيش مدرسة النهاردة، صح؟ مفيش. آه طيب، بيذاكر؟ آه بيذاكر ممكن، أو صاحي من امبارح ما نامش لسه. لا هو كاتب كمان إن أول يوم بيكون عنده ذكريات جميلة وعزومة ومسلسلات رمضان. لا كاتب تاني هو. هو أوكي. طيب حلو قوي. يعني هنكمل بقية تعليقاتكم تاني، لكن هنروح لفاصل دلوقتي ونرجع لكم تاني بعد الفاصل، خليكم معنا. اهلا بحضراتكم مره تانية بعد الفاصل. دلوقتي هنروح لدينا شرف عشان تطمنا اكتر على حاله الطقس ودرجات الحراره المتوقعه النهارده. اتفضلي دينا. بشكرك يا محمد. بالفعل تعالوا مع بعض نطمن على درجات الحراره بتفصيل النهارده، لكن خلوني في البدايه اقول لكم ان هيئه الارصاد بتتوقع ان الطقس هيكون فيه ارتفاع ملحوظ في درجات الحراره على كافه الانحاء، والطقس هيكون شديد الحراره على القاهره الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب الصعيد، ومائل للحراره على السواحل الشماليه الغربيه، وطقس حار على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور، وكل سنة وحضرتك طيبة. صباح الخير طبعا على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين، وكل عام وحضراتكم بخير يا رب. رمضان كريم على الجميع يا رب يا رب. طيب عايزين نطمن بقى من حضرتك عن أحوال الطقس النهاردة وخلال الأسبوع كمان الأول بالذات، لأن طبعا احنا يعني بنشهد ارتفاع في درجات الحرارة. كنا بنشتكي ان الجو كان برد، لكن دلوقتي مع شهر رمضان بدأت الارتفاع في درجات الحرارة، والناس كتير عمالة تقول ليه بس كده، احنا كنا يعني محتاجين كام يوم، كنا مبسوطين ان شهر 4 هيكون الجو فيه معتدل شوية. لا بالفعل، احنا على مدار الاسبوع الماضي كنا بنشهد ارتفاعات تدريجيه في درجات الحراره. ذروه الارتفاعات دي هتكون اليوم، يعني احنا اليوم متوقع يكون ذروه ارتفاع في درجات الحراره. درجات الحراره اليوم كمان هترتفع عن الامس بحوالي 3 درجات. متوقع اليوم العظمى على القاهره الكبرى تكون 36 درجه مئويه، يعني الاجواء هتكون شديده الحراره خلال فتره النهار. على القاهره الكبرى ومحافظات الوجه البحري، محافظات طبعا شمال وجنوب الصعيد، هتكون حر على محافظات السواحل الشمالية للبلاد ومحافظات جنوب سيناء، يعني الأجواء تبقى حرة أو شديدة الحرارة خلال فترة النهار، في زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس. احنا طبعا بنتأثر بكتل هوائية قادمة من الصحراء الغربية وشبه الجزيرة العربية، الكتل كلها كتل هوائية جنوبية هي اللي بتعمل على ارتفاع درجات الحرارة خلال فترة النهار. خلال فترات الليل في فرق كبير جدا بين درجات الحرارة العظمى والصغرى بين النهار والليل، بتوصل لأكثر من 15 درجة مئوية، والأجواء بتكون خلال فترة الليل أجواء باردة، وخاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر. بالإضافة أن كمان اليوم تكونت شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. شبورة المائية دي تكونت في الساعات المتأخرة جدا من الليل، يعني الساعة 4 الفجر تقريبا، وبدأت في التلاشي مع سطوع أشعة الشمس، يعني ساعة بالكثير وهتبدأ معها رؤية تحسن
مع سطوع اشعه الشمس، لكن هيكون كمان في خلال فتره النهار اتربه عالقه، الاتربه العالقه دي هتؤدي لانخفاض الرؤيه الافقيه ايضا على الطرق، وهتبقى ملحظها في سماء القاهره الكبرى ومحافظات الوجه البحري السواحل الشماليه شمال الصعيد. فالاجواء اليوم اجواء مستقره لكن هيكون فيها ارتفاعات ملحوظه في درجات الحراره. متوقع غدا الانخفاض، يعني هنبدا النهارده حضرتك بتقولي ده اعلى يوم في درجات الحراره، هتنخفض خلال الاسبوع؟ هي مش هتنخفض خلال الاسبوع، لكن هتنخفض على مدار اليومين القادمين الحد والاثنين، هتنخفض انخفاض طفيف، يعني هتكون ما بين ال 31 وال 32 درجه مئويه. وهنرجع تاني من يوم الثلاثاء نشهد ارتفاعات تدريجيه في درجات الحراره هتكون ملحوظه مع نهايات الاسبوع، يعني هتوصل فيها العظمى على القاهره الكبرى تاني ل 36 و37 درجه مئويه، يعني الاجواء هترجع تاني شديده الحراره. فمجمل هذا الاسبوع كله الاجواء هتبقى درجات الحراره فيها مرتفعه هتتجاوز فيها ال 30 درجه مئويه خلال فتره النهار، يعني هنخلي بالنا دايما من التعرض المباشر لاشعه الشمس لان ده اللي هيزود احساسنا بارتفاع درجات الحراره، لان احنا الكتل الهوائيه زي ما بنقول لسه جايه من على الصحراء فنسب الرطوبه فيها منخفضه، فالاحساس بيها مش هيكون زي فصل الصيف، يعني احنا 36 مش هنحس بيها زي فصل الصيف عشان نسبه الرطوبه منخفضه لسه مش مرتفعه جدا. بالظبط، بسبب انخفاض نسب الرطوبه اللي دايما معروف بيه فصل الربيع. ولو احنا بقى تجنبنا التعرض المباشر لاشعه الشمس ده هيساعدني بشكل كبير جدا ان ما احسش بدرجات الحراره، بالاضافه ان كمان من غدا هيكون في نشاط للرياح، نشاط الرياح ده تحديدا بيبقى بعد فتره الظهيره هيحسسني شويه بالاجواء الربيعيه والاجواء اللطيفه ان شاء الله، ونشاط الرياح ده هيكون على اغلب مناطق الجمهوريه. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه، شكرا جزيلا لحضرتك. خلونا دلوقتي كمان نستعرض معاكم درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها من القاهره والعظمى 36 والصغرى 16، اسكندريه 27 17، مطروح 24 17، سيوه 33 18، بورسعيد 35 15، دمياط 35 16، الاسماعيليه 36 17، السويس 36 17، العريش 34 14، طابا 34 18، كاترين 29 10، شرم الشيخ 35 21، الغردقه 35 20، الفيوم 36 13، بني سويف 36 13، المنيا 37 14، أسيوط 37 14، سوهاج 38 16، قنا 38 16، الأقصر 39 18، أسوان 40 18، الوادي الجديد 39 20، شلاتين 35 19، وأخيرا حلايب 36 18. بكده حاولنا نطمن حضراتكم عن حالة الجو النهارده، في ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، يا ريت ناخد بالنا خاصة في ساعات اليوم، وخاصة ما نقفش في الشمس أو نتعرض لأشعة الشمس المباشرة مع الصيام. كمان نخلي بالنا من الشبورة المائية اللي موجودة على الطرق للمسافر لأهاليه يفطر معاه أول يوم، خلي بالنا النهارده لأن في شبورة مائية صباحا وهتستمر كمان معانا بكرة الصبح. كده طمناكم عن حالة الجو، هرجع مرة تانية لمحمد وبسانت علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا دينا. شكرا. بمناسبة شهر رمضان تعالوا نروح الأزهر الشريف نشوف كبسولة دينية عنوانها محبة مني، هنستعرض فيها فضيلة من فضائل الإسلام اللي ممكن نستخدمها ونطبقها في حياتنا خصوصا في الشهر الكريم. كبسولة أول يوم رمضان هتكون تحت عنوان اللين، تعالوا نشوف. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحد الشباب جاء لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه طلب عجيب جدا، قال لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله رخص لي في الزنا. طلب الصحابة تعجبت جدا، إزاي حد يطلب
من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طلب زي كده والكل استنى يشوف رد فعل النبي هيعمل ايه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فاجئ الكل برد غريب جدا، وقام الولد واتبسم وقال له: أترضاه لأمك؟ الولد بفطرته قال لأ. أترضاه لأختك؟ برضو الشاب رد وقال لأ. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اتبسم وحط إيده على صدر الولد على قلبه وقال: اللهم اهد هذا القلب واحصن هذا الفرج. الولد خرج من عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان وهو داخل أحب شيء لقلبه الزنا، وكان عايز النبي يرخص فيه. لما خرج الشاب ده من عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان أكتر حاجة بيكرهها في حياته هي الزنا. الرفق، الرفق اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمنا درس مهم جدا إزاي نترجمه، مش بس ننصح بيه، لأ، إزاي نترجم الرفق واللين في النصيحة. وربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يعني نبص لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وإزاي كان بيتصرف، نبص لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ونشوف إزاي كان بيتعامل مع الناس، إزاي كان بيتعامل في موقف صعب جدا. تخيلوا إحنا مثلا لو حد قال لنا رخص لنا في الزنا، قل لي يا شيخ إن الزنا ده حلال، ممكن تكون ردة فعلي أجريسيف وصعب وإزاي تقول كده والكلام دوت، ولا هلتزم اللي قاله سيدنا النبي وامتثل من اللي قاله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واتعلم من اللي قاله سيدنا النبي وعمله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قلوب العالم كلها اتفتحت قدام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ومحدش قدر يمنع سيدنا النبي عن انه يدخل القلوب، حتى قلوب الناس اللي امتنعوا انه يؤمنوا بيه. وكلنا عارفين قصة الوليد بن المغيرة لما راح لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكان عايز سيدنا النبي يتنازل عن أمر الدين وإنه هو ينسى الموضوع ده خالص، لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بأدبه وأخلاقه خلى الوليد بن المغيرة لما رجع من عند النبي صلى الله عليه وسلم لقريش قال لهم جملة عظيمة جدا: خلوا بين محمد وبين الناس، فوالله ما استطعتم أن تمنعوه عن قلوب الناس أبدا. لازم نتعلم الدرس، لأن اللين والرفق هما مفتاح قلوب الناس. لازم نتعلم من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هو القدوة الحقيقية. كل سنة طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي مشاهدينا معاد موجز لأهم الأخبار مع دينا. تفضل يا دينا. شكرا لك محمد. 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب المصري والأمة الإسلامية بأسمى التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم. ودعا الرئيس السيسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن يعيد الله علينا هذه الأيام وعلى كل الإنسانية بالخير واليمن والبركات. كما دعا الرئيس السيسي الله عز وجل في هذه الأيام المباركة بأن يلهمنا الصواب لما فيه الخير والنفع لنا ولوطننا الغالي مصر، ويحفظ مصر وشعبها. تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي برقيات التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم. وأعرب الرئيس السيسي في برقياته لأشقائه الزعماء العرب والمسلمين، أعرب عن أصدق تهانيه القلبية بحلول الشهر الفضيل، داعيا الله عز وجل أن يعيد عليهم وعلى شعوبهم بالخير واليمن والبركات. كما أكد الرئيس السيسي أن حلول شهر الصيام والقيام مناسبة مباركة للتمسك بالقيم النبيلة التي جاء بها، والتي تحثنا على تعزيز أواصر الأخوة والتضامن ونشر قيم التسامح والتعايش السلمي من أجل عالم أفضل ومستقبل مشرف لشعوب الأمة الإسلامية ولشعوب العالم. كما بعث الرئيس السيسي ببرقية تهنئة إلى مسلمي مصر في الخارج نقلتها سفاراتنا وقنصلياتنا حول العالم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وتلقى الرئيس السيسي برقيات تهنئة بحلول الشهر المبارك من كبار رجال الدولة، أعربوا فيها عن خالص تهانيهم لسيادته وأطيب تمنياتهم لمصرنا الحبيبة بدوام الرقي والرخاء.
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس العراقي برهوم صالح للتهنئة بحلول شهر رمضان المعظم. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أعرب عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة من شقيقه الرئيس العراقي، متمنيا لدولة العراق الشقيقة تحقيق الأمن. كما أجرى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى القاذمي للتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك. كما أجرى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا مع الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية، حيث أعرب سيادته عن خالص تمنياته للشعب والحكومة المملكة بكل التقدم والازدهار بمناسبة الشهر المبارك. وقد أعرب الملك سلمان بن عبد العزيز خلال الاتصال عن خالص تقديره لمصر وحكومة وشعبا. هذا وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك المملكة البحرينية، متمنيا للبحرين والشعبين الشقيقين كل تقدم وازدهار. كما أجرى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا مع الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر للتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك، داعيا الله أن يعيده على دولة قطر وكافة الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. وأجرى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، داعيا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات. كما أجرى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا مع رئيس الجزائري عبد المجيد تبون معربا عن خالص تمنياته للجزائر وشعبها الشقيق بدوام الاستقرار والتقدم. تقدمت قرينة رئيس الجمهورية السيدة انتصار السيسي بالتهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم. وقالت السيدة انتصار السيسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن شهر الكريم يأتي بنفحاته العطرة كل عام لنستلهم منه أعظم المعاني السامية والقيم النبيلة التي تتجدد القلوب والأبدان. ودعت قرينة رئيس الجمهورية الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة أن يحفظ مصر وأن يسدد على طريق الحق والعدل خطى أبنائها. رحب التحالف العربي بإعلان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن بدء هدنة لمدة شهرين في اليمن. وأكد المتحدث باسم التحالف العربي تركي المالكي دعم التحالف إعلان الحكومة اليمنية قبولها للهدنة المعلنة برعاية الأمم المتحدة. كما ثمن جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بإعلان الهدنة التي يتم من خلالها وقف كافة أشكال العمليات العسكرية في اليمن وعلى الحدود السعودية اليمنية. قال نائب رئيس إدارة الرئاسة الأوكرانية إن أوكرانيا وروسيا نفذتا عملية لتبادل الأسرى. وقال مسؤول الأوكراني إن موسكو وكييف تبادلتا الأسرى في صفقة تم بموجبها الإفراج عن 86 من أفراد الجيش الأوكراني. وأشار إلى أن عملية التبادل كانت نتيجة مفاوضات السلام الجارية بين الجانبين. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ودول أخرى على روسيا بسبب الهجوم على أوكرانيا تحقق نجاحا ولا بد من زيادتها. وأعرب الرئيس الأوكراني عن رغبته في أن تقف الصين التي لم تفرض عقوبات على روسيا إلى جانب أوكرانيا. نهاية موجز التاسعة، فاصل نعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا. اليوم انطلقت ركلة البداية. دندن يا صلاح، مول يا صلاح للباحثين عن كرة، هذه كرة الإبداع. إعجاز ما يقدمه هو إعجاز. ميسي هيتش وان، أوه وات أ جول. الفاول عالمي يا زعيم.
هنبدأ معاكم جولتنا الرياضية بالتعادل السلبي لفريق الزمالك مع فريق سجرادة الأنجولي في المباراة اللي جمعتهم امبارح على استاد القاهرة الدولي في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وبكده بينهي الزمالك دور المجموعات بدون تحقيق أي انتصار. اقتنص فريق النجم الساحلي التونسي فوز صعب على فريق جوانينج جالاكسي البتسواني بنتيجة 3-2 في المباراة اللي جمعتهم على الملعب الأولمبي بسوسة، وده كانت في الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الثالثة من مرحلة مجموعات دوري أبطال إفريقيا، ورفع النجم الساحلي رصيده للنقطة السادسة في المركز الثالث، وقف رصيد جوانينج جالاكسي البتسواني عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير. كمان شهدت تدريبات تفريق النادي الاهلي اللي اتلعبت امبارح على ملعب مختار التتش في الجزيره شهدت انتظام اللاعبين الدوليين بعد المشاركه في الجوله الاخيره من تصفيات افريقيا المؤهله لكاس العالم، وحرص الجهاز الفني للاهلي على الاطمئنان على اللاعبين الدوليين قبل الانتظام في التدريبات استعدادا لمواجهه الهلال السوداني بكره في الجوله الاخيره من دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا. فاز فريق سيدات كرة اليد في النادي الأهلي على الزمالك بنتيجة 51-21 في الجولة السابعة بالمرحلة الثانية من الدوري الممتاز للموسم المحلي 2021-2022، وهتتلعب الجولة الثامنة يوم الجمعة الجاية بلقاءات هتجمع بين الأهلي مع الطيران والجزيرة مع الزمالك والشمس مع سبورتينج. أسفرت قرعة بطولة كأس العالم 2022 عن مجموعات قوية بين المنتخبات المشاركة في مونديال قطر، وجت مجموعات مونديال 2022 وهنبدأ بالمجموعة الأولى اللي بتتكون من قطر وهولندا والسنغال والإكوادور، المجموعة الثانية إنجلترا وأمريكا وإيران والمنتخب المتأهل من الملحق الأوروبي، المجموعة الثالثة هتكون الأرجنتين مع المكسيك وبولندا السعودية، المجموعة الرابعة فرنسا والدنمارك وتونس والمنتخب المتأهل من الملحق العالمي الأسيوي الأمريكي الجنوبي، المجموعة الخامسة إسبانيا وألمانيا واليابان والمنتخب المتأهل من الملحق العالمي الثاني، وكمان المجموعة السادسة هتكون من بلجيكا وكرواتيا والمغرب وكندا، المجموعة السابعة البرازيل وسويسرا وصربيا والكاميرون، المجموعة الثامنة البرتغال وأوروغواي وكوريا الجنوبية وغانا. أكد السويسري جياني أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أن نسخة كأس العالم 2022 في قطر هتكون النسخة الأجمل والأحسن على تاريخ البطولة اللي بدأت من 1930، وقال إنفانتينو في كلمة خلال حفلة قرعة كأس العالم أن العالم منقسم ونحن نحتاج لمثل هذه اللحظات لنتوحد مع بعضنا البعض. وبكده خلصت جولتنا الرياضية محليا وعالميا، هنرجع مرة تانية لمحمد وبسنت علشان يكملوا معاكم فقرات صباحية مصر. بنشكرك دينا شكرا جزيلا. طبعا احنا النهاردة أول أيام الشهر الكريم وحابين نحتفل مع حضراتكم بطريقتنا ونقدم لكم النهاردة مجموعة من التواشيح والأناشيد الدينية. خلونا نرحب بواحد من شباب المنشدين المميزين الحقيقة، عندهم بصمة وصوت مميز جدا في الإنشاد والابتهال، فوزي عياد منورنا في استوديو صباح الخير يا مصر، وكان بيعمل بروفة دلوقتي فصوته يعني أنا متأكد إنه هيعجب حضرتك. صباح الخير عليك فوزي. أهلا وسهلا، صباح النور حضرتك، منورنا وكل سنة وأنت طيب. حضرتك بالصحة والسلامة والأمة المصرية والعربية كلها بخير إن شاء الله. اللهم آمين. قبل ما نبدأ فقرتنا بقى ونبدأ في الإنشاد والابتهالات، إحنا عندنا سؤال حلقتنا النهاردة بيقول ذكرياتك مع أول يوم رمضان، عايزين نعرف ذكرياتك إيه؟ والله رمضان ذكرياته كتيرة طبعا، يعني يمكن أهم ما يميز يعني اللي إحنا بذكرياتنا مع رمضان طبعا اول حاجه طبعا صلاه التراويح طبعا، طبعا بما ان امام مسجد يعني الحمد لله فببقى على شغف ان انا بتقوم الناس كمان الحمد لله رب العالمين، فببقى على شغف ان انا ايه يعني التقي بقى بالاحباب كلهم في صلاه العشاء والتراويح وكده يعني تمام. دي من زمان من زمان انت امام المسجد؟ بفضل ربنا يعني من حوالي 15 سنه بأم يعني ما شاء الله ما شاء الله الله يحفظها لك. فطبعا من ضمن الحاجات برضو اللي يعني بتولد ذكرياتنا وتعيد ذكرياتنا تاني مع رمضان الابتهالات والموشحات الدينيه طبعا
لأساتذتنا الكبار وعظماء عالم الابتهال والإنشاد. ده انت واضح طبعاً. ان الإنشاد الديني وقراءة يعني هي دي احتلت ذكرياتك كلها تقريبا، يعني احنا كنا بنتكلم في البداية عن الكرتون وفي ناس ليها ذكريات مع الأكل ومش عارف ايه، فانت واضح ان الإنشاد احتل ذكرياتك كلها. طبعا هو الـ 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 ذكريات رمضان يعني مع الواحد بتبقى ميولها طابع ديني شوية، طبعا والفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى الوالد عليه رحمه الله هو اللي غرس فيها ده من صغري، يعني ان انا يعني استعد رمضان بكل روحانيات وطاقات ايجابيه عاليه وتمام ازاي اتعامل واتهيأ لرمضان. شهر واحد في السنه لازم تجتهد فيه قد ما تقدر في الطاعه والعباده وتلاوه القران وانشاد ومديح وما الى ذلك. يعني ايه اللي بيميز عندك اول يوم في رمضان؟ يعني دايما في ناس كده ليها مثلا 10 الاواخر ليها حاجه خاصه عندهم، اول يوم برده ليه حاجه معينه كده في قلوبنا كلنا، ايه اللي بيميز اليوم ده عندك عن اي يوم تاني؟ هو اكيد لمه الاحباب يعني تمام. الفطار طبعا ده لمه الاحباب دي شيء اساسي يعني تمام، سواء مع العائله او مع الاصدقاء. يعني احنا يمكن كاصدقاء طبعا عارفين ان الدنيا كلها تلاهي، رمضان شهر واحد في السنه بنتمنى من احبابنا واصدقائنا نتجمع ولو يوم واحد بس في الشهر، فبنقعد نحسب يعني احنا بنقعد نرتب من اول يوم، طب هنتجمع اول يوم ولا في النص ولا في الاواخر ولا كده يعني تمام. من ضمن الحاجات اللي انا يعني بكون على شغف ليها برضو ان انا اجتمع بالاحباب قدر الامكان يعني في الشهر العظيم يعني. طيب نسمع منك في البدايه كده ايات الصيام قبل ما ندخل في الانشاد، انت بتقول انت امام بقالك 15 سنه، فنسمع بقى ايات تمام. الصيام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ربنا يفتح عليك يا رب. الله يحفظك. يعني من أجمل الأصوات اللي أنا سمعتها، بقالي كتير قوي ما سمعتش صوت حلو قوي كده. عايزة أقول لك أنا كان نفسي يكون صوتي حلو قوي كده، لكن زميلنا في استوديو شاذلي عامل شغل حلو في الإنشاد والتلاوة. عايزة أسألك سؤال، تلاوة القرآن الكريم والإنشاد هل محتاج موهبة؟ يبقى عندك أنت موهبة ولا مش بس كده، لازم يبقى عندك كمان أنت بتدرب نفسك وطبعا لغة عربية صحيحة؟ بص حضرتك، هو احنا امرنا طبعا ان احنا نرتل القران تمام، يعني حتى الانسان اللي ما عندوش موهبه تمام، يعني سيدنا نبي قال زينوا اصواتكم بالقران السلام. يعني حتى اللي ما عندوش موهبه بيحاول بقدر الامكان انه يجمل صوته في التلاوه، لان طبعا اذا اردت ان تتكلم مع الله فاقرا القران، فانت بتتكلم مع الله فلازم تكون في افضل حالاتك وتطلع افضل ما عندك تمام، من تلاوه طيبه وتجويد كويس تمام، واحكام طيبه تمام، وصوت جميل تمام. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، انت اذا ربنا سبحانه وتعالى انعم عليك بالموهبه بتبتدي ان انت يعني ايه تدرس وتتعلم، اولا بتحفظ وتتعلم احكام التجويد
واحكام التلاوه. تمام، انت حافظ اجزاء من القران؟ ثانيا الحمد لله رب العالمين ختم القران بفضل الله سبحانه وتعالى. الحمد لله من صغر سن الحمد لله ما شاء الله ربنا يبارك، ودرس في الازهر الشريف والحمد لله رب العالمين ما شاء الله. طيب فيعني بنقول ان احنا لازم ندرس ونتعلم، لازم ندرس برضو نقف على وليكن مثلا في خلفيه بسيطه عن فن المقامات والنغم. تمام، بحيث مثلا انا لو باجي بتكلم بصف حال اهل الجنه ما ينفعش ابكي، لازم اكون سعيد. لو بصف مثلا اهل النار لازم اكون مقام صبا، مقام الحزن مثلا. تمام، وما الى ذلك يعني. فدي وعايز اقول لحضرتك ان حب تلاوه القران الكريم هو اللي دفعني للانشاد الديني، لان طبعا من صغري يعني بحاول ان انا انصت دايما لاذاعه القران الكريم، وهي الحمد لله شغاله في البيت باستمرار. فمن كتر ما انا بسمع ابتدت بقى يعني حضرتك عارف من كل برنامج والتاني فاصل من الابتهال، ولسه لحد دلوقتي شغاله في البيت باستمرار الحمد لله رب العالمين بفضل الله، وربنا يجازي والدي عنها خير في الموضوع ده. الله يرحمه. تمام، امين يا طيب رب. عايزين نرجع بقى للبدايات، يعني انت هو والدك كان بينشد مثلا او كان بيقرا قران؟ يعني ايه اللي خلاك تتجه هذا الاتجاه؟ هو كان غاوي سماع، يعني هو كان دايما بيحتفظ بالشرايط القديمه، شرايط القراء والمبتهلين. تمام، وكذلك حريص دايما على اذاعه القران كلها صدى في البيت. تمام، عامله جو جميل جدا في البيت بفضل الله، يعني حتى لو هتشغل تلفزيون برضه توطيه بحيث ان هو ما يتغاش على صوت برضه الاذاعه شغاله 24 ساعه. الاذاعه يعني حتى حضرتك يعني مثلا في كل اوضه برضه سماعه متصله بالايه؟ بالراديو، عشان برضه انك منين ما تروح برضه في جو في البيت معاك يعني. تمام، فدي من اهم العوامل اللي ساعدتني ان انا ايه اتطرق لمجال الانشاد. طيب عايزين نبدا بقى، يلا هنسمع ايه دلوقتي؟ تمام، اسمع رمضان جاء بعطر النفحات. يلا بينا. يلا اتفضل. رمضان عاد بعطر النفحات، رمضان عاد بعاطر النفحات، أنواره قدسية الآيات، شهر الصيام على الأيام قد فضلا، حقا وفيه كتاب الله قد نزلا، شهر الصيام، شهر الصيام على الأيام قد فضلا، حقا وفيه كتاب الله قد نزلا، وليلة القدر، وليلة القدر، وليلة القدر فيه الله فضلها عن ألف شهر وفيها خير قد نزلا، أشرقت شمس التهاني وبدا فجر الفلاح، وحظينا بالأمان والسعد لاح كالمصباح، عطر الله، هم روضه الشريف بالبكرة والعشية، والعشية بأزكى صلاة، ان
وسلام وتحيات ورضوان. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. افضل الصلاة والسلام. الله يسلمك. السلام فتح الله عليك. مين قدوتك في عالم الابتهال والانشاد الديني، وبتسمع لمين في تلاوة القرآن؟ طبعا في عالم الابتهالات اساتذتنا العظام مولانا الشيخ سيدنا نقشبندي رحمه الله عليه، ومولانا الشيخ محمد عمران رحمه الله عليه، مولانا الشيخ نصر الدين طبار رحمه الله عليه، والشيخ طه الفاشني. دول اسيادنا واكثر اساطير في عالم دوله الابتهال والانشاد، وتركوا بصمه يعني حيه جيل تلو جيل، يعني لا تنسى ولن تنسى يعني. تمام. وفي القران طبعا يعني اساتذتنا الكبار طبعا مولانا الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي رحمه الله عليه، مولانا الشيخ فرج الله الشاذلي رحمه الله عليه، وطبعا اساتذتنا الكبار بقى واساطيرنا طبعا مولانا الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، مولانا الشيخ المشاوي. الجيل الحالي، الجيل الحالي دكتور احمد نعنع ربنا يبارك في عمره. يا رب. هو مش من الجيل الحالي بس، ده من الكبار يعني. طبعا يعني هو من القراء الكبار والتقال يعني، هو يعني جمع بين الاصاله والمعاصره. ربنا يبارك فيه، ربنا يديله الصحه. مولانا الشيخ عبد الناصر حرك، مولانا الشيخ حجاج الهنداوي، يعني اكتر ناس بحب اسمع لهم يعني. طيب احنا ممكن نحاكي حد من المبتهلين القدامى ولا صعب؟ ممكن. جاهز حاجه يعني؟ لا ممكن، ممكن نحاكي برضه. يلا مين مثلا؟ هو مولانا الشيخ نصر الدين طبار والدي رحمه الله عليه كان بيحبه جدا، وكان بيحب يسمع له ابتهال معين، فانا هقوله ان بهديه الروح الطيبه ان شاء الله. الله يرحمه. حين يهدي الصبح اشراق سنا يسكب الطل، يسكب الطل رحيقا من ندى، موقظا بالنور أجفى الحياة، موقظا للنور أجفان الحياة، الضحى من نور من والندى من فيض من الندى، من فيض من وهو أيضا صنع من سبحت لله في العش الطيور ترسل الألحان عطرا في الزهور سبحت لله في العش في الزهور
تصنع العش وتسعى في البكور تصنع العش وتسعى في البكور عيشها في رزق من وهي أيضا صنع من عيشها في رزق من وهي أيضا صنع من الخالق الله والرازق الله 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 هو الله 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 عليك فوزي، ايه الجمال ده؟ ما شاء الله عليك، ربنا يحفظك. ربنا يبارك في عمرك. الله احلى بدايه للشهر الكريم، كل سنه وانت طيب، واحنا متاكدين ان المشاهدين استمتعوا بالابتهالات والانشوده الجميله دي. شكرا ليك، كل الشكر ليك فوزي عياد المنشد الديني. اشكركم جدا، كنت سعيد بوجودي معكم النهارده، وكل عام وانتم بخير. تشرفنا بيك وانت طيب. مشاهدينا هنروح لفاصل ونرجع من بعده نكمل باقي فقراتنا. بنرحب بحضراتكم من جديد من بعد الفاصل. هل علينا رمضان بفرحته وكمان بسفرته؟ كتير مننا بيخرج من رمضان وزنه زايد شوية حلوين، وأغلبنا بيرفع شعار رمضان من غير دايت. طب لو قلنا لك أن ممكن تستفيد من صيام رمضان وتخرج وزنك أقل بدون دايت، إزاي وإزاي ده بقى؟ كل ده هنعرفه من دكتور رضوى نبيل، استشاري التغذية العلاجية اللي منورانا في الاستوديو. صباح الخير عليك. صباح الفل. صباح الخير. صباح الخير. وكل سنة وانتم طيبين. انت جد ايه علينا دلوقتي يا رضوى؟ صح. خالص. ايه قالت لك فرحته وسفرته؟ يعني ما حدش يقول دايت في رمضان. ايوه. يعني كفايه الوقت الصيام. يعني احنا عايزين الدخله دي تجيب لك نسبه مشاهده حلوه. عايزين ما حدش يقول دايت في رمضان. بجد اللي عايزين يخسوا، يعني اللي عايزين يزيدوا وزن، مش دلوقتي، هنتكلم فيه بعدين، مش دلوقتي، لكن انا عايزه اخس مثلا، ازاي اقدر استفيد من الصيام واخس منه؟ مش احنا عمالين بنتكلم في الصيام المتقطع بقالنا سنتين واكتر. احنا الصيام المتقطع ده لاما انت بتاخدي سعرات قليله لاما بتاخدي ساعات قليله في الاكل. فانت كده كده رمضان واجب عليك اللي انت هتفطري حوالي من 10 ل 9 ساعات. فال 10 ل 9 ساعات دولت لو انت قللتي جاست بيبي ستيبس او خطوات صغيره جدا في السعرات بتاعتك اللي هي من المقليات النشويات السكريات، نقيتي اي حاجه منهم من الثلاثه دولت، والتانيين اخدتيهم بكميه قليله، ساعتها هتفقدي وزن بسهوله جدا. بس هو الفكره ان اللي داخل على رمضان ده هو داخل كان خاسس قبل كده ولا لسه بيبتدي بسم الله الرحمن الرحيم الخسسان او النقص؟ لا، كان زايد وعايز يخس في رمضان. كان زايد ده ليه بقى؟ لان احنا كنا في شتاء واتفاجئنا بالصيف، فما اضيف مع رمضان فنعمل ايه؟ ده فرصته عاليه جدا جدا، لانه مجرد اللي هو غير اللي هو صايم، مجرد اللي هو هيقلل من 200 ل 300 سعر، يعني مجرد بس اللي هو يقلل مثلا بدل رغيف العيش هياخدوا رغيف الا ربع او كمان رغيف الا ثمن او عدد معالق النشويات او الا ثمن. ده ازاي يعني يا رضوى؟ يعني اشيل انا عايزه ابسط الموضوع، يعني تقلل بخطوات صغيره. تمام. تقلل كمية العيش، تقلل الرز، تقلل الحاجات دي. خلينا نبقى يعني انتوا وافقوني او يعني قولوا لا، هي ايه اللي فيها سعرات عالية في رمضان؟ المقليات والحلويات والعصائر اللي فيها اللي هي اصلا رمضان، يعني العصائر رمضان، السمبوسك رمضان، مش كل العصائر، الكنافة رمضان. في عصائر متهيألي ما فيهاش سعرات على في عندك على الكركديه لو انت حطيت مثلا استبدله بسكر دايت، في عندك الدوم والخروب والعرقسوس. أيوة. لو هي الست البيت اللي نقعته وما حطيتلوش سكر هو طعمه حلو جدا من غير سكر، فده احنا بالنسبه لنا متاح وحلال يعني. طب هي قالت لك ازاي ننزل في الوزن؟ مش هنعمل دايت، ازاي ننزل في الوزن؟ دايت. طيب ازاي الفتره اللي هي ما بعد الفطار
لحد السحور اقسمها ازاي في الاكل عشان ما اجوعش بعد السحور؟ صح. احنا هنفطر على يعني تمره ونص كوبايه لبن او كوبايه لبن كل واحد، او ثلاث تمرات، او كل واحد على حسب وزنه. الفكره اللي انا عايزه اكسر صيامي وبعدين اقوم اصلي. اوكي. السفره متحضره او لسه ما اتحضرتش، انا بس باخد بريك مش عشان بس اقلل الشراهه للاكل، انا كمان بحفز الانزيمات اللي هي بتبتدي عشان تهيئ نفسها اللي هتهضم، والا الاكل مش هيتهضم. ما خدهمش يعني مش بالظبط. نمره اتنين، بخش على اي حاجه فيها ميه. يعني انت مجرد اللي انت يا اما تاخد كوبايتين ميه يا اما شوربه، والشوربه هنا بقى كل متاح، ما حدش يقول لك لا اللي بالكريمه لا واللي باللسان عصفور لا. باللسان عصفور فيها مكرونه، انا بنعتبر اللسان عصفور ده مكرونه، هتزود شويه السعرات، بس انا بالنسبه لي الميه عامل اهم من اللي انا ابص في الكريمه او اللسان عصفور. هبتدي بقى اقسم طبقي لنص، يا ريت يبقى سلطه وخضار مطهي، وربع بروتين، والربع الاخير للنشويات. الربع البروتين ده ممكن يبقى التلتين، ما عنديش مشاكل. يعني الربع البروتين يعني كل واحد بكف ايده يشوف قطعة اللحمة اللي هو مفروض ياخدها تبقى كف الإيد بدون الصوابع اللي هي لحد هنا. أما الفراخ لحد كل كف الإيد، واخد بالك؟ ومن قطعة لقطعتين لكل واحد. وخد بالك اللي أنت البروتين لازم تقسمه على الوجبات، ما تاخدوش بس على الفطار. ويبقى بروتين حيواني على الفطار، وبروتين نباتي في السناك، ونباتي في السحور عشان ما يبقاش الدسم عالي. إيه مثلا السناك يكون إيه والسحور أحط فيه إيه بروتين؟ شوف، أحلى سناك طبعا الفاكهة، بس احنا عشان احنا ممكن ندخل الفواكه المجففه مع المكسرات، ممكن اخد مثلا رايب مع فواكه. يفضل اللي انا ما اخدش الحلويات الشرقيه كسناك، احطها بعد الايه، بعد الفطار بتاع المغرب على طول، لان البروتين والالياف والميه بيقلل مؤشر السكر بتاع الايه الحلويات. فكاني بخبيه، يعني بحط السكر والعسل والسكر البودره والكلام ده جوه الالياف وجوه البروتين، فالجسم ما يتفاعلش معاه وياخده ويخزنه. واخد بالك؟ فالحلويات ده منطقتها. فهناخد السناك يبقى بروتين ودهون صحيه، وبعدين نروح نتسحر. السناك يفضل يبقى بعد التراويح. ليه؟ لان انت بعد التراويح انت عملت مجهود، وبالذات لو انت مشيت، فانت المجهود ده محتاج بالنسبه له، بالنسبه لجسمك قصدي، ان العضلات ابتدت ايه؟ تشتغل شويه، ففي عامل هدم وتصليح. فانا عايزه بروتين اللي هو مثلا في الرايب، وعايزه مثلا دهون صحيه عشان دي بتزود جدا احساس الشبع. ماشي، وصلنا السحور. السحور في حاجات بتزود جدا احساس الشبع لتاني يوم، الالياف، ودي اللي بتبقى موجوده في البقوليات، وعشان كده احنا بنحب البقوليات. ماشي. او الحبوب الكامله. نضيف عليها بقى البقوليات دي لو هي فيها مصدر حديد الفيتامين سي، نضيف عليها زيت زيتون وكمون عشان نقلل من المشاكل اللي بتحصل في الهضم. يعني الناس بالذات اللي عندهم قولون عصبي يحطوا كمون ويحطوا زيت زيتون. نضيف عليها كمان السلطة والخضار عشان تبقى ألياف غير زائبة، مع الألياف الزائبة اللي موجودة في الحبوب الكاملة، لأن احنا عندنا نوعين ألياف، الناس فاكرة الألياف وخلاص. بعد كده نبتدي بقى نبص للأكل، أنا باكل إيه. يعني انت اكيد عارف ان البيض، الفول، الجبنه القريش دي ممتازه جدا، لانها مش بس ميكس من البروتين، ده ميكس مع كمان الدهون الصحيه اللي هي دسمها قليل. ممكن اومليت، انا ما عنديش مشاكل ان انت تحطي معلقه زيت زيتون بكر على الفطار. صعب. السحور صعب صعب. زيت زيتون بالبيض بزيت زيتون بالبكر، ايه المشكله؟ لا لا صعبه، لا مش صعبة. انا ممكن احط على الفول، على الجبنه القريش ماشي، انما على البيض جربه جربه. البكر لا، ده كانك عادي بتقلي بيه يعني، مش مشكله. البكر ما بيديش افتر تيست، او ما بيديش طعم الوحش. البكر، لكن البكر الممتاز ما ينفعش نسخنه، لانه في انواع، خمس انواع من زيت الزيتون. ف بنتكلم البيض اومليت. طيب الناس بقى اللي عايزه بابا غنوك وطعميه والحاجات اللي فيها زيوت الحلوه زمان دي. شوف انت هتتعب من كام قطعه، ما هو في ناس بتتعب بعد قطعه واحده او نص قطعه، وفي ناس لا عادي جدا، فشوف انت بتقدر تستحمل ايه. بس هي للاسف يعني معلومه ان الزيوت والبروتين بيعطشوا، فما تزودش قوي، لان اوريدي جسمي بيحتاج ميه عشان يهضمهم. فانت بتستهلك الميه في ايه؟ في اللي انت تروي نفسك ولا تهضم الاكل؟ فما تزودش قوي في الزيوت لانها بتقلل الميه اللي في الجسم. احنا بنتكلم الامان الفول والجبن.
الامان طبعا الفول والجبن، وعندك البطاطس البيوري ما عنديش اي مشاكل فيها، عندك كل انواع البقوليات، الحمص يعني الشوام دايما بيعملوا الطعميه بالحمص عندهم طبعا، يعني الجبن وانواع الجبن مختلفه قوي. فيعني كل صح جبنه قريش وفول بس يعني انت كده والله بجد انت كده بتعمل دايت، وممكن كمان ما يكونش فيه فول، جبنه قريش بس. بس هو الفكره بقى اللي انت بس بجوع ما اعرفش ليه بتجوع، عشان انت اكلت ايه ما بين المغرب وما بين الفطار. كل ما تقسم وجبتك على ثلاث مرات كل ما يكون احسن، لان جسمك بيمتص كميه معينه انت دخلتها له في وجبه واحده مش هيقدر يمتصها كلها، لكن لو قسمتها له على ثلاث وجبات افضل بالنسبه للمعادن والبروتين والفيتامينات. ايه اللي بيبوظ بقى معدلات الحرق؟ يعني ايه اللي انا بعمله ممكن يكون غلط بيبوظ لي معدلات الحرق لو انا ماشيه على قد ما اقدر روشته دي بس، مثلا خدت لي بايت من هنا على قطمه من هنا على حاجه من هنا، ده بيبوظ يعني؟ احكي لي ايه العادات الخاطئه. اول حاجه النوم. احنا في رمضان مش بننام كويس، يا اما انت بتسحري متاخر، يا اما انت وبالذات الناس اللي بتشتغل، يا اما انت بتنام وتصحى في النص. تنام وتصحى في النص، فالنوم المتقطع ده لازم 5 ساعات متواصل. نمره 2 الاكتيفيتي او النشاط البدني الصبح في الصيام قل. احنا مجرد بس اللي احنا بنعمل نشاط، فيفضل اللي احنا نتمشى، ويفضل اللي هي لو انت اول مره بتعملي رياضه لا خليها بعد الفطار، لكن لو انت متعود على رياضه خلاص خدها قبل المغرب بساعه، ممتاز جدا لان انت بعد كده هتكسر صيامك، فلا هخاف من هبوط سكر، ولا هخاف من جفاف، ولا هخاف من كرامبات او وجع في البطن عشان الجفاف. الحاجه برضو المهمه قوي الميه. في دكاتره بيقولوا ان احنا ممكن ناخد الميه من الفواكه والخضار، بس هو احساس العطش بيجي من الميه او السوائل، لان اكتشفوا ان مش بس كميه الميه هي اللي بتفرق في احساس العطش، ده السرعه بتاعه شربك للميه بيفرق. يعني لو انت شربتي نفس الميه دي موجوده في فاكهه في عصير مثلا بس لزج مش هيرويكي، لكن لو شربتيها في ميه عاديه هترويكي. فالفكره ان احنا الميه باسم الميه كده ده اساسي عندنا، اللي احنا ال10 ساعات دولت لو انت صحيهم كله يبقى كل ساعه كوبايه ميه. طب انا هسالك سؤال الناس كلها كتبته على السوشيال ميديا. شاذلي انت اكيد كنت متابع في كل سنه في رمضان، احنا قبل الفطار قبل سوري السحور بنعمل ايه؟ ندخل نشرب يعني جرده الميه، ما ننامش بقى بالظبط. فين الغلط؟ الغلط اللي انت بتقللي التركيز بتاع الدم بتاعك بالميه اللي انت شربتيها. فجسمك هيتعامل ازاي؟ هيطرد الميه اللي مقلله تركيز المعادن، واخد بالك؟ فلا احنا نقسم، وزي ما بقول لك لو انت هتصحي ال10 ساعات يبقى كل ساعه كوبايه. والمؤشر بتاع الجفاف في الجسم طبعا العطش، لكن مؤشر لون البول مهم جدا، اللي هو يبقى اصفر فاتح، وفي دكاتره كمان بيقول لك شفاف، واخد بالك؟ كده انت ما عندكيش جفاف وجسمك مرتوي بالميه كويس. طيب بما اننا بقى في حر طبعا لا غنى عن الميه بالتاكيد، انما السفره يكون عليها ايه اكتر حاجه مثلا، او اهم حاجه ممكن تكون موجوده النهارده في الماكولات تساعدنا، لان احنا داخلين برضه 30 يوم لسه؟ العرق سوس بالنسبه للناس ممتاز لانه بيخزن ميه. اي فواكه او اكل فيه بوتاسيوم، مش الموز بس، التمر فيه بوتاسيوم، البطاطس فيها بوتاسيوم، السبانخ فيها بوتاسيوم، الافوكادو بس غالي علينا شويه فيها بوتاسيوم. فالاكل اللي فيه بوتاسيوم لانه بيقلل نسبه الصوديوم وبالتالي بيخزن ميه. عظيم. التمر والعرق سوس موجودين على كل سفره في مصر، بس نستبعد الناس اللي عندهم ضغط. تمام. الناس اللي عندهم ضغط عالي ما ياخدوش، وطبعا الناس اللي عندهم فشل في وظائف القلب يعني ما ياخدوش ويشربوا ميه كتير، لان انت بتحمل على القلب اللي هو يضخ الميه الكتير اللي انت اخدها دي. السفره لازم تبقى فيها الحاجات اللي يعني تعوضك بالمعادن والفيتامينات، لان احنا بنخرج من رمضان يا طخنانين يا تعبانين، لان انت محتاجه احتياج يومي من مثلا الالبان. هل انت فعلا فطرتي او كسرتي صيامك على لبن وجيتي سحرتي على زبادي؟ يبقى تمام، انت خدتي الكالسيوم بتاعك واليود بتاعك وفيتامين بي 12 بتاعك او فيتامين ب 12، لكن انت مش واخده بالك من الالبان دي حاجه، المكسرات يوم يوم لا، عشان الزنك عشان السيلينيوم،
يعني حاجات احنا معادي ما بناخدش بالنا. يعني احنا كدكاتره نقول لهم ايه لازم تشربوا كوبايتين لبن، بس الناس مش فاهمين ليه كوبايتين لبن. مثلا الفيتامينات، الفيتامين ألف وفيتامين ه المهمين جدا عشان المناعه بتاعنا، هتلاقيها في كل الخضار البرتقالي والاحمر والاصفر. فانت كسيده بيت انت اللي معاكي السيستم، هتقسمي كده للاسبوع تحطي مثلا 4 مرات فلفل احمر، 4 مرات مثلا اوراق خضراء. الحاجات دي مهمه جدا عشان في الاخر جسمي ياخد الاحتياج بتاعه. يعني دكتور رضوى انت فتينا جدا جدا، وعايزه اقول لك اللي انت قلته لنا ده احلى حاجه عملتيها، انك اديتينا حاجات بسيطه ما صعبتهاش علينا. يعني انت قلتي اللي احنا بنعمله بس قللنا شويه يعني الكميات اللي احنا بناكلها، وفي نفس الوقت فهمنا كل حاجه ايه فوائدها، فنكتر من ايه ونقلل من ايه ونمنع ايه. كل الشكر ليكي دكتوره رضوى، وكل سنه وانت طيبه ونورتينا في اول يوم. كل سنه وانت طيبه. كده مشاهدينا خلصت حلقتنا، بنشكر حضراتكم على المتابعه، كنا مع حضراتكم على مدار ساعتين. بكره ان شاء الله حلقه جديده من صباح خير يا مصر من 8 ل 10، وصباحكم زي الفل.